او كاس افريقيا معناها كسبها من الانديه التونسيه معناها مع 88 كاس الكؤوس كما تسميو كاس الكؤوس معناها كسبته النادي الرياضي بنزرتي اسلام. انا التاريخ نتاعها حافل بالنتائج الايجابيه وكما كيف فما اوقات تعديت فيهم صعبه وحتى الاوقات الصعبه نتاعها مش جديده عليها معناها من زمان يا اسلام. النادي الرياضي بنزرتي معناها تعدى في ظروف صعبه معناها مش وظروف هذيا خارج على النطاق الرياضي فهمتني يا اسلام معناها مش على مستواها هي لا سيتال ديريكت معناها فما اشياء تصير لها انديريكت تتاثر بها النادي الرياضي البنزرتي معناها من زمان هذا احنا متعودين عليه. شنو اللي يلزم سي يوسف باش سيبي تجوز اليوم الوضعيه الصعيبه اليوم شوي؟ والله الفرق الكل عند ظروف صعبة للغاية معنا نعتبره يمكن استثناء النادي الترجي الرياضي التونسي. احنا نعيش ونتبه في الرياضة بتاعنا ونتبه في الظروف كما كنت تحكي توا على معناها النادي الإفريقي فريق عريق جدا معناها وتعرف اللي توا مثلا كما 3000 أصلا 3000 معنا مشاركين يعني يعتبر رقم قياسي وهذا ما لاحظناه من الفرق الكبرى معنا النادي الافريقي تعدى في ظروف صعبه النادي ماجي الساحلي تعدى في ظروف صعبه سي اس اس دينير مونتا معنا الفرق الكل في تونس تعدى في ظروف معنا مش استثناء النادي المنزلتي صحيح تعدى في ظروف صعبه مش تتعدى الامور هذه يلزم تضافر الجهود ويلزم الامور تتحسن في اسرع وقت ممكن ولكن مع الأسف في الفترات الأخيرة تراكمات كبيرة أثرت على النادي على وقت النادي يكون ما عندوش ديرة وقت النادي ما عندوش مثلا موارد وكيف نسبة النتائج اللي ما مشيتش معها الكورة هذه الكل يأثر على النادي وخاصة النادي في السنة هذه معنا الفترة اللي هو مثلا يلعب فيها تو عاش في 2007 معناها عاش في 2007 معناها ظروف ظروف صعبة للغاية. أعطيك الصحة سي يوسف نخلي كلمة لحبائب السيابي أكيد أنت ناس كل تقدرك في بنزرت وتسمع كلامك كلمة ميساج لحبائب السيابي. والله الحبائب السيابي احنا ديما شو نقولوا احنا اللي يقول بنزرت يقول السيابي واللي يقول السيابي يقول بنزرت معناها بنزرت تعيش إلا بالسيابي معناها كان لقيت الامور طيبه في بنزرت رئيس سيابي لاباس عليها كان لقيت الامور سابقه رئيس سيابي مش لاباس عليها هنا شنو هذا الشعبي هذا مؤشر شعبي معناها يعطي اللي يلزم نكونوا الكل اوفياء في محبه النادي بنزرت خاطر في الفتره الاخيره اسلام المحبين ثم ولو نوعين من كيفاش يحبوا النادي نتاعهم ثم اللي يحب النادي نتاعو بصفة اللي الولاء نتاعو كالعادة مهما يكون ديما مع الفريق نتاعو وفما اللي يحب النادي نتاعو في أمور ظرفية شنو معنى أمور ظرفية؟ يلزم بالنسبة ليه النادي نتاعو إذا هو صدى يحبه إذا مو صدى ما يحبوش احنا النادي البنزرتي معناها متعودين اللي كونوا معاه في السراء والضراء مهما يكون النادي في الوضع نتاعو احنا ديما نكونوا فدال ليه ونكونوا ديما نحبوه ونعاونوه وناخذوا معاه وكما نقولوا احنا بالمثال نتاعنا ما تعرف صاحبك الا وقت الشده صحيح. تعرف الانسان اللي يحبك الا وقت الشده حاليا النادي الجزائري في حاله اللي يطلب كل احبائه لازم الناس تتكلم واضح هذا هو اهم مثال سي يوسف يعطيك صحة شكرا لك سي يوسف الزواوي على المساج هذا اكيد مهم لحبائب السيابي في الظرف الصعيب هذا نمشيو للاخبار بعد مواصلين مع انور عياب مدرب النادي الافريقي ومدرب مستقيل من النادي الافريقي مازال كما ادوبا ارن توا الاستقلال